أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام على شاشة إكسترا نيوز. بيتواصل الابتزاز التركي ضد أوروبا. أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو مطلع هذا الأسبوع أنه حيتم البدء الفوري في ترحيل العناصر الأجنبية المنتمية لتنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية، وقال أن العملية دي هتبدأ اليوم الاثنين في الوقت اللي أصبح فيه الفساد منتشر بشكل كبير في تركيا، لدرجة وصلت إلى فوز شركة متهمة بالتربح بمناقصة في بلدية اسطنبول. صاحب هذه الشركة على علاقة مباشرة بالدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، وطبعا إعلام الإخوان وقطر، كل هذا الإعلام الإرهابي بعيدين كل البعد عن هذه الحقائق، لذلك سوف نلقي الضوء عليها نحن بدورنا مع ضيفتنا لهذه الليلة الأستاذة نوران عوضين، الباحثة في الشؤون الإقليمية والعربية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا أستاذة نوران ومنورانا. طيب، زي ما قلنا أن تركيا دلوقتي بتهدد أوروبا، هي بتهددها كتير الحقيقة وكل شوية، علشان يعني الأموال اللي بتتدفق عليها من الاتحاد الأوروبي كي تمنع اللاجئين من الدخول إلى الاتحاد. أيضا وزير الداخلية التركي في سلسلة أو حلقة جديدة في هذه السلسلة بيهدد أوروبا أنه هيبدأ فوريا في ترحيل العناصر الأجنبية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية اللي هي طبعا فيها بلاد أوروبية كثيرة. كيف ترين هذا التهديد المتكرر من قبل تركيا للاتحاد الأوروبي؟ زي ما حضرتك بتقول، هو مجرد ابتزاز جديد، ورقة مساومة جديدة بتعتمد عليها تركيا في سياستها الخارجية، أو بالذات في سياستها تجاه الغرب، تحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فاحنا بنتكلم على ان هي الفترة السابقة ثم اللاحقة، او الـ كانت مزامنة لعملية نبع السلام، كانت بتتحدث عن إعادة اللاجئين. ايوه، بشرط ان يتم او ان يتم تقوم يقوم الاتحاد الاوروبي بامداد تركيا بالمزيد من الاموال، اللي بالفعل وصل ليها حوالي 5.6 مليار دولار من اصل 6 مليار. ده من ناحيه. فبالتالي هنا الورقه التركيه بخصوص اللاجئين لم تجدي نفعا بالنسبه لتركيا، فاتجهت لتصعيد جديد. التصعيد الجديد المتمثل هنا هي ورقه المقاتلين الدواعش. ان يتم ترحيلهم مره اخرى لبلدانهم الاصليه، واللي بالتالي ده بالنسبه للبلدان الاوروبيه مصدر خوف جديد من تنامي او وجود موجه ارهاب جديده قد تلحق ببلدانهم. طبعا. فعليه كان استغلال اردوغان لهذه الورقه، وخصوصا في الوقت اللي بيعاني فيه من شبه عزلة أوروبية واتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه، بعد وده كان بعد الاجتماع النهاردة للاتحاد الأوروبي بخصوص الممارسات التركية بخصوص التنقيب عن الغاز في منطقة الشرق المتوسط. فبالتالي هنا علشان يواجه العقوبات الجديدة المحتملة، وكمان بعد رفض الاتحاد الأوروبي لعملية نبع السلام، فاتجه هنا لتصعيد جديد بهدف زي إخضاع ممكن الاتحاد الأوروبي لإرادته أو لتصوره، أو لمحاولة إنقاذ الاقتصاد التركي بإعادة ضخ أموال جديدة للداخل التركي. الاتحاد الأوروبي قبل كده استجاب لهذه التهديدات، أو يعني مسك العصاية من النص مع تركيا، عنده مخاوفه طبعا يعني المشروعة جدا، لأنه بالفعل تركيا لديها أوراق من الممكن أن تهدد الاتحاد الأوروبي. هذه المرة هل تعتقدي أنه بعد ما رفض الاتحاد عملية نبع السلام، هذا العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وخرجت تصريحات قوية يمكن من فرنسا وألمانيا بالذات، لكن لما تيجي تركيا بقى تتكلم عن المقاتلين الدواعش هم إرهابيين، من الممكن أن تفكر أوروبا مرة أخرى في مهادنة أردوغان؟ قد يكون هذا الاتجاه هو الاتجاه اللي ممكن تسير ليه الاتحاد الأوروبي بهدف يعني تجنيب بلادها من ويلات موجات إرهابية جديدة، وقد يتجه الاتحاد الأوروبي للانتظار مش يعني للاطلاع على نتائج اللقاء اللي هيتم بين الرئيس التركي والرئيس الأمريكي في 13 نوفمبر المقبل. وهنا كمان هنشير لوجود توترات أمريكية تركية بعد إقرار الكونغرس بمعاقبة تركيا على مذابح الأرمن، أو بالاعتراف بالضبط، أو بمناسبة الصفقة S-400 وإصرار تركيا على إتمامها، واتجاه الولايات المتحدة يعني إعلانها عن نيتها لفرض عقوبات في هذا الشأن.
فممكن الاتحاد الأوروبي هنا يعتمد على أو يشوف الأول الولايات المتحدة تتخذ أنهي مسلك، وعلى هذا الأساس يقرر الاتحاد الأوروبي إذا كان هيتم إمداد يتبع وجهة النظر الأمريكية بأموال جديدة بحاجة يعني إمداد المشاريع للاجئين، أو إن هو هينفذ الخطة اللي هو ناوي عليها، فكرة محاكمة المقاتلين الدواعش في العراق أولا ثم عودتهم مرة أخرى إلى بلدانهم، لكن تتم المحاكمة الأول في البلدان اللي تمت فيها العمليات الإرهابية سواء في العراق أو في سوريا. وهنا بيكون في أو في اتجاه فعلي من 7 دول أوروبية متمثلة في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا والسويد وهولندا وسويسرا أعتقد، لاتفاق مع بغداد في إنشاء آلية قضائية بيتم من خلالها محاكمة المقاتلين الدواعش، وعلى أساس نتيجة هذه المحاكمة يتم سواء احتجازهم في هذه المناطق أو يتم عودتهم مرة أخرى لبلدانهم الأصلية. بس هم مش موجودين بس في العراق، هم موجودين في سوريا، كمان في يعني برضو إذا تم هدف العراق فتركيا لديها أيضا من الدواعش اللي هم مش موجودين في العراق، موجودين في سوريا وفي تركيا. مختلفة جدا بالنسبة لتركيا. ما علاقة أو حقيقة علاقة أردوغان بالدواعش يا أستاذ نوران؟ بتأتي العلاقة بشكل أساسي من سياسة أردوغان الخارجية، سواء يعني في رغبته في تحقيق أجندته الخارجية، بس هنا الطريقة هنا هي بالطبع طريقة غير مشروعة. تحقيق المصلحة التركية سواء بفرض نفوذها أو فرض رؤيتها على مناطق بعينها في الشرق الأوسط، بس بطرق غير مشروعة مش بطرق تعاونية زي ما هو متعارف في القانون الدولي مثلا. فاحنا هنا بنتكلم على ان في دلالتين او كذا اكتر من مؤشر بيشير لحقيقة العلاقة دي. مبدئيا لو هنتكلم على المؤشرات الرسمية اللي تم اعلانها، فاحنا هنا بنتكلم في 2015 في اعقاب اسقاط تركيا للطائرة الروسية، اعلن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الروسي حينها وزير الدفاع ايضا عن علاقة تركيا بداعش من خلال وجود علاقة تجارية بتستورد من خلالها تركيا النفط الداعشي، واللي على اساسه داعش تستمر في تمويل تنظيمها وإمداده وتجنيد المرتزقة. من ناحية تانية كان رئيس الوزراء العراقي كان أعلن أيضا عن أن تركيا بتعتمد على النفط المهرب من سوريا ومن العراق من خلال داعش. فهنا دي بنتكلم على تقارير رسمية وإعلانات رسمية. في بقى عندنا كمان تقارير استقصائية قامت بيها صحف أجنبية ومواقع بحثية أجنبية أيضا عن يعني زي نقدر نقول الأمور اللوجستية اللي بيتم بيها حرية الحركة أو ممارسة الدواعش ما بين الدول والخروج من سوريا لتركيا والعكس. بالضبط. هنا بيشيروا لوجود جوازات السفر بتكون حاملة للختم التركي، سواء بقى بختم واحد على الأقل، بنتكلم على ختم واحد على الأقل لازم يكون موجود في أي باسبورت تابع لأي مقاتل داعشي في سوريا أو في العراق. بنتكلم عن وجود في أغسطس 2018 تم الكشف عن اتفاق ضمني بين السلطات التركية وبين القيادات الداعشية اللي بيتم بمقتضاها السماح بحرية الحركة والمرور من تركيا إلى الأراضي السورية. كذلك في وجود لمعسكرات تدريبية للمقاتلين الدواعش على الحدود التركية السورية. طبعا تركيا بتسمح بعلاج المصابين من المقاتلين في مستشفياتها، وأيضا كمان تركيا بتسمح بالإمدادات اللوجستية عبر الحدود التركية السورية اللي بتسمح به الدواعش باستمرار معاركهم في سوريا. فهي دي كلها عبارة عن مؤشرات ودلائل للعلاقة الجدية اللي بين داعش وبين تركيا. ولكن في الظاهر تقول تركيا أنها تحارب هذا التنظيم الإرهابي. بالطبع. يعني الكلام عكس الحقيقة تماما. بالطبع. وهنا تركيا كانت استغلت سابقا المقولة دي من أجل تعزيز شعبيتها في 2015. في 2015 تعرضت تركيا لسلسلة من الانفجارات، وكان وقتها أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه التفجيرات. وقتها كان حزب العدالة والتنمية بيعاني من تراجع شعبيته. من بعد التفجيرات دي وإعلان تركيا سعيها وراء تنظيم داعش ثم عملية كان وقتها عملية درع الفرات، زادت شعبية تاني حزب العدالة والتنمية وبدأ الالتفاف الشعبي مرة أخرى ناحية العدالة والتنمية. لما نيجي بقى نبص للناس اللي تم المفروض اتهامها بالانتماء للتنظيم،
فاحنا بنتكلم على ان في ناس بالفعل تم توجيه الاتهام، او القضاء التركي قام بتوجيه الاتهام لهؤلاء الاشخاص، ولكن لاحقا تم الاكتشاف ان هؤلاء الاشخاص بيتحركوا بحريه بين الحدود التركيه السوريه. كان في صحيفه اسمها ذا انفستيجيتيف جورنال كشفت عن وجود شخص يدعى الهام بالي. الشخص ده ليه مقيم في تركيا، وكان من ضمن الناس اللي تم اتهامهم بانتمائه لتنظيم داعش، وكان ان هو يكون العقل المدبر للتفجيرات اللي حصلت في التوقيت ده. هنشير تاني في للموضوع التفجيرات الارهابيه باللي اعلنه احمد داوود اوغلو عن فتح دفاتر الارهاب، واللي كان وقتها الكلام ده كان في اغسطس 2019. وقتها كان طالب يعني الحزب الشعب الجمهوري بفتح التحقيقات مرة أخرى في هذه التفجيرات، ومعرفة مصير المتورطين، أو اللي أعلن وقتها القضاء التركي عن أن هم دول المتورطين بهذه العمليات وهذه التفجيرات، مصيرهم حاليا أصبح إيه. لو هنتكلم بقى كمان عن الدواعش الموجودين في تركيا بشكل يعني محدد، الأعداد هنا فيها كمية تباين غير طبيعية. يعني مثلا بنتكلم إن في فبراير 2018 كان أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن وجود 10,000 سجين من الدواعش في تركيا. بعدها في نوفمبر 2018 أعلن رئيس التركي أردوغان عن إن العدد هو 2000. طيب هنسيب رئيس الوزراء وهنسيب الرئيس التركي، نشوف وزير العدل قال ايه. وزير العدل في فبراير 2018 اعلن عن 1354 بالظبط. مؤخرا في اكتوبر 2019 العدد اصبح 1163، العدد هنا بيتناقص لو اعتمدنا بس على تصريحات وزير العدل التركي. هنكتشف ابتدى العدد ب 10,000، ابتدى لو وصلنا ل 1000 وحاجه يبقى الباقيين دول راحوا فين؟ دخلوا سوريا تاني. بيقال يعني بيشير مراقبين هنا ان اللي بيتم يعني في السجون التركيه حاليا هو فقط 37% من اجمالي المعتقلين اللي تم يعني اثبات او تم توجيه تهم ليهم بتورطهم في تنظيمات ارهابيه. لكن وفقا لقانون القانون التركي او قانون العقوبات التركي بيشير الى ان لابد للمتهم بالتورط او بالانتماء في تنظيم ارهابي انه يمضي في السجن حوالي 5 سنين. احنا هنا بنتكلم على ان المده ما تجاوزتش سنه. طب ما بين 10,000 ل 1163. فهنا الارقام ليها دلاله. الدلالة الأولانية إن ممكن السلطات التركية غير قادرة على إدارة السجون أو إدارة المعتقلين الدواعش. الافتراض الثاني هي أو هو الافتراض طبعا المرجح هو إن تركيا بتستخدم الدواعش في تنفيذ أجندتها الخاصة. صحيح. بتحركها بقى في بتحركهم في سوريا، بتحركهم في مناطق أخرى، وخاصة إن تركيا هي دولة عبور. بتتم استخدام المقاتلين لداعش او المتعاطفين او الراغبين في الانتماء لداعش من خلال اراضيها، وبعد كده بيتم توجيههم في مناطق مختلفه في الشرق الاوسط او لمناطق اخرى مثلا في افريقيا، باعتبار ان ايضا تركيا ليها دوله عبور للدول في غرب افريقيا او في الساحل الافريقي. كليبيا على سبيل المثال مثلا. فبالتالي ان هنا المقاتلين الدواعش هم بشكل اساسي يد يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الرقم الاخير اللي هو 1163 دول اللي تركيا بتهدد بيهم الاتحاد الاوروبي انها هترجعهم لبلدانهم الاصليه. واكيد طبعا من ضمن هذه البلدان خمس العدد طبعا أوروبيين. فرنسا والمانيا وكل هذه الدول واللي هم كانوا اعلنوا، يعني احنا بنتكلم على ان بريطانيا وسويسرا والمانيا كانوا هددوا تقريبا باسقاط الجنسيه. ووقتها وزير الداخليه اعلن انه حتى لو تم اسقاط الجنسيه هنعيد يعني هنرجعهم تاني بلدانهم الاصليه. فبالتالي يعني هو هنا تركيا بتحاول ان هي تسعى لاقصى درجه ممكنه في تحقيق اي استفاده من الدواعش. طيب كنت ذكرتي يا استاذه نوران يعني موضوع انه الرئيس التركي اردوغان هيقابل الرئيس الامريكي ترامب، وهيكون في
مباحثات. الموقف الأمريكي عايزين نتناوله برضو بشيء من التحليل، يعني هو من بداية هذه الأزمة بالذات العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وتباينت المواقف الأمريكية عدة مرات فيما يتعلق بهذا، الأول فرض عقوبات، ثانيا رفع العقوبات، ثالثا مسؤولين أمريكيين من ضمنهم وزير الخارجية يذهب إلى أنقرة ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق يعني عدم التوغل التركي أكثر من ذلك في سوريا، والمنطقة العزلة تكون يعني كيلومترات أقل من اللي تركيا كانت تريدها. ونسمع الآن أنه لا، الكونغرس الأمريكي يصر على وجود عقوبات على تركيا، مش بس فيما يتعلق بمذابح الأرمن، لا فيما يتعلق بعدوانها على شمال سوريا، وأنه التصويت هيكون يعني مش بالإجماع ولكن بأغلبية كبيرة جدا لا تسمح للإدارة الأمريكية بنقض هذه العقوبات. إذن ما الذي سيتحدث عنه الرئيس الأمريكي مع أردوغان؟ من المتوقع ان الموضوع يكون بالاساس على صفقه اس 400، وخاصه مع لكن لا بالتاكيد برضو الملف أكيد السوري موجود، اكيد يعني هو في اكتر من ملف يعني بس فكره صفقه اس 400 هي موضوع خلاف رئيسي ايضا بين الرئيسين الامريكي والتركي، وخاصه مع اعلان مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي عن ان اتجاه الولايات المتحده لفرض عقوبات في شان صفقه اس 400. بالطبع أردوغان هيسعى لإيجاد، ممكن نتكلم على اتفاق جديد أو مناطق نفوذ جديدة لتركيا في الشمال السوري بعد الاتفاق اللي تم مثلا، يعني بالإضافة للاتفاق اللي تم بين سوريا وروسيا. بالطبع هو هيحاول ان يعني يتم تنحية جانب العقوبات من اجل الحفاظ على الاقتصاد التركي بالاساس، الاقتصاد التركي يعني غير مستعد لاي صدمه عقوبات جديده عن الاداره الامريكيه، هي نقطه خاصه بالكونجرس الذي سيفرض العقوبات. فبالتالي هو هيحاول يعني اعتقد من خلال زيارته ان هو هيحاول ان هو يسعى في زيارته الى يعني زي تحسين الصوره التركيه لدى الجانب الامريكي، ومن ناحية تانية لتركيز نفوسه أو لإثبات سيطرته في مناطق جديدة مثلا في الشمال السوري، اتفاق جديد بخصوص المنطقة الأمنة. كل الاحتمالات واردة، بس يعني هيظل برضو في النهاية قرار الكونغرس وقرار في الآخر برضو الرئيس الأمريكي، لأن هو في الأول في الآخر الرئيس الأمريكي يعني سياساته بتعتمد بالأساس على قراراته الشخصية، فبالتالي على أساس القرار اللي هيقرره هتكون السياسة الجديدة للولايات المتحدة مع تركيا. طبعا هو في اختلاف ما بين تعامل الولايات المتحدة الأوروبية مع تركيا، لأنه لا تستطيع تركيا أن تهدد الولايات المتحدة بموضوع اللاجئين أو موضوع المقاتلين، يعني هي بعيدة عن هذه المنطقة، القريبة من هذه المنطقة هي أوروبا، فيعني ليس شرطا أن تحدو أوروبا حدو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، تخشى أوروبا أكثر من الولايات المتحدة مما قد تسببه لها تركيا. هو ممكن بس الموضوع يكون زي مؤشر، طبعا الاتحاد الأوروبي بيخشى من موجة لاجئين جديدة أو موجة بالزبط. إرهاب جديدة بس وهذا ما لا تخشى أمريكا يعني من تركيا، هو بالنسبة لها لا، ما فيش يعني ما فيش موجة لاجئين أو موجة إرهاب جديدة ممكن توصل لأمريكا من خلال تركيا، وبالذات كمان ان تركيا بتسعى لتوطيد علاقتها مع الولايات المتحده، بالذات العلاقات الاقتصاديه والتجاريه، تفاديا لاي عقوبات جديده قد تضر باقتصادها المتدهور بالفعل. لكن من ناحيه الاتحاد الاوروبي، هل تعتمد تركيا على يعني تقويه اقتصادها على اوروبا ولا الولايات المتحده؟ اعتقد على علاقتها بشكل عام، علاقتها التجاريه بشكل عام بين الاثنين، يعني ما اعتقدش، يعني اعتقد جزء كبير اكيد من تبع الولايات المتحده، لو لان احنا بنتكلم بس على التعاملات التجاريه مع اوروبا هي اكبر بكثير يعني، بس بشكل او باخر الولايات المتحده هي اللي بتكون ليها تاثير قوي على الاقتصاد التركي، وده كان بدليل العقوبات اللي فرضتها وقت قضيه القس الامريكي واللي كانت سببت تراجع العمله التركيه، ولحد دلوقتي تركيا بتعاني من تلك الازمه على صعيد يعني على اكثر من صعيد، ليس فقط انهيار العمله ولكن ايضا التراجع الشركات اللي هي الشركات المتعدده الجنسيات عن الاستثمار فيها، او ارتفاع معدل التضخم او ارتفاع معدل البطاله، كل هذه كانت نتيجه لتراجع العمله، تراجع نسبه العمله.
صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية قالت أنه شركة متهمة بالتربح من المال العام حصلت على منافسة استئجار سيارات إدارة الصرف الصحي في إسطنبول. يعني طبعا ده بيبين احنا عندنا الأمثلة كتيرة جدا يا أستاذ نوران، لكن بنتكلم على المثل الأخير اللي ورد لنا. كل هذا نتيجة لتوغل إردوغان وعيلته في التربح الغير مشروع من الاقتصاد التركي، وليس هناك قضايا فساد تحاكم هؤلاء في تركيا، وآخرها هذه الشركة التي اتهمت بالتربح من المال العام التركي. ما رأيك في هذا الملف، ملف فساد المسؤولين في تركيا على رأسهم إردوغان طبعا؟ طيب احنا هنا بنتكلم عن دولة متراجع فيها مبدأ الفصل بين السلطات، يعني حتى لو كانت الهيئات الرقابية أو الهيئة التشريعية المنوط بيها ومراقبة أداء الحكومة، فاحنا بنتكلم عن هيئة تشريعية محكومة من حزب العدالة والتنمية، فطبيعي أنها تكون مسيرة سياسات الحكومة. من ناحية الهيئات القضائية، الهيئات القضائية أيضا يعني يتم السيطرة عليها من خلال السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية، فأيضا هي غير محكومة يعني غير مسيطر، يعني غير متخذ، يعني غير يتم الاعتداد برأيها، لا يتم الاعتداد برأيها. فبالتالي حتى لو أرادت تفعيل دورها في المنوط به، فالسلطات التنفيذية برضو هتمشي أو يعني هتنفذ القرار اللي هي شايفاه سليم. الدليل على كده مثلا إن إدانة أفراد بالانتماء لتنظيم داعش وبعد فترة طبعا خروجهم من السجون. بالنسبة للواقعة الأخيرة، الواقعة الأخيرة زي ما حضرتك أشرت ليست الواقعة الأولى لعملية الفساد. بالظبط. احنا بنتكلم على ان مؤخرا كشف امام اوغلو رئيس بلدية اسطنبول عن منح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ل 14 مليار ليرة تركية لشركات قريبة من حزبه وقريبة من عائلته. وبيقال ان الرئيس التركي بيتجه لتنفيذ تلك السياسات لاقناع تلك الشركات بالبقاء في تركيا والمساعده والاسهام في الاقتصاد التركي، وطبعا دعم سياساته ودعم نظامه السياسي بشكل اساسي. لو هنرجع شويه كمان ل في 2016 كان تم الكشف عن تقارير بتشير لوجود علاقه بتربط بين داعش وبين شركه باور ترانز. أيوه. الشركه دي كانت مملوكه او بيديرها هو صهر الرئيس التركي اللي اصبح بعدها وزيرا للطاقه ولاحقا اصبح حاليا طبعا هو وزير الماليه بيرات البيرك. فبالتالي واقعه الفساد والتدخل العائلي ما هيش هي الواقعه الاولى. كمان أشار أحمد داوود أوغلو وعدد آخرين من المنشقين عن حزب العدالة والتنمية مؤخرا عن أن سبب انشقاقهم بشكل أساسي هو التدخل العائلي في القرارات السياسية للحكومة التركية. طيب يعني لو اتكلمنا عن ملف الفساد بالذات لا محتاجين حلقة تانية نفند فيها كل هذه القضايا اللي طرحتيها حضرتك، ولكن بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل لكل هذه الأمور المتعلقة بالابتزاز التركي لأوروبا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نوران عوضين الباحثة في الشؤون الإقليمية والعربية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضورك. قبل ما نختم هذه الساعة عايزين نهني المنتخب الأولمبي المصري تحت 23 سنة، فاز على غانا 3-2، تأهل الدور النصف نهائي وأمله بتتعاظم للوصول إلى أولمبياد طوكيو. بنهني المنتخب الأولمبي المصري وبنتمنى له مزيد دايما من النجاح. شكرا للمتابعة.